ثم قال: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة، خطوة بالفتح، يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجد خطى كثيرة، كل خطوة واحدة فهي صدقة لك. إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فضل عظيم. أسبغ الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يخرجك إلا الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد: صدقة، ثاني رفع درجة، والثالث حط خطيئة من بيتك إلى المسجد.